بناتي العزيزات، راح نستمر اليوم وياكم بالمنهج ونأخذ أمثلة أخرى على المشتقة وموضوع السلسلة وربطها بموضوع معادلة المماس والعمود، أمثلة تطبيقية. نلاحظ المثال التالي: لتكن دالتين x تساوي 4 n أس 2 زائد 3 و y تساوي 3 n أس 3 ناقص 7 n زائد 1. سلسلة، نعرف نوع السلسلة، احنا نتطرق لها بعدين وقايلها بالمحاضرة السابقة. يريد جد معادلة المماس والعمود على المماس للمنحني y يساوي fx، يعني أقصد بعد دمج السلسلتين بدالة واحدة، عند أن تساوي واحد. شلون أطلع معادلة المماس هسه؟ طبعا لإيجاد معادلة المماس يفترض أول شيء عندي نقطة، اللي هي نقطة التماس X1 Y1. شلون أطلع الـ X1؟ أعوض قيمة الأن المعطاة في الدالة اللي هي X تساوي، يعني أن تساوي واحد، أعوضها هنا، راح تطلع الـ X1 اللي مثل ما نشوفها هنا، اللي هي X أو X1 سميتها. فX تساوي 4 في 1 تربيع اللي هي الأن 1 زائد 3، الجواب 7. إذن X1 هذه صارت تساوي 7. كذلك الواي أعوضها في الدالة أم الواي الثانية، نفس الأن اللي عوضته بالإكس أعوضها بالواي حتى نطلع واي وان، هم أن تساوي واحد، راح تكون ثلاثة في واحد تكعيب ناقص سبعة في مثل ما نشوفها في واحد زائد واحد، والنتيجة تطلع سالب ثلاثة. إذا نقطة التماس اللي هي إكس وان واي وان طلعت سبعة ناقص ثلاثة. نحتاج بعد الميل، نعرف احنا الميل هو المشتقة، هذه سلسلة اريد اشوفها من يا نوع حتى اشتقها بشكل سليم واطلع منها دي واي على دي اكس. الاحظ السلسلة الواي والاكس كلاهما بدلالة ان، اي ان سلسلة هاي يسموها سلسلة القسمة، نوهنا عليها سابقا. فمن نجي نطلع من الدالة الأولى دي واي على دي ان، يعني أشتقها للدالة الأولى بس بدلالة ان، يعني بدلالة ان، فرح تكون دي واي على دي ان 9 ان أس 2 ناقص 7 زائد 0. منا نطلع دي اكس على دي ان تصير 8 ان زائد 0، يعني 8 ان. إذا من أريد أطلع دي واي على دي اكس حتى تروح دي ان، ألاحظ دي ان اثنين بالمقام، فأستخدم القسمة، فدي واي على دي اكس راح تصير 9 ان تربيع ناقص 7 اللي هي دي واي على دي ان طلعناها، وعلى 8 ان اللي هي شنو 1، الجواب راح تطلع 1 على 4 يصير 9 ناقصا 7 2 على 8 والجواب 1 على 4. وهكذا طلعنا الميل اللي هو دي واي على دي اكس للمنحني الناتج من سلسلة المنحنيين اللي دمجناها. هسه راح أبدي أشتغل على معادلة المماس، أكتب قانون المعادلة y ناقص y1 يساوي mx ناقص x1. ال y1 طلعناها ناقص 3 اللي هي تدخل هنا، راح يكون عندي فراح تكون ناقص 3، يعني y ناقص ناقص 3 راح أصير زائد يساوي ربع x ناقصا x1 اللي هي 7. هسه نعرف احنا الميل من يكون كسر المقام يضرب بالايسر والبسط على القوس، فراح يصير 4y زائد 12 يساوي 1 في x ناقص 7، اصفر راح تطلع المعادله بالشكل السليم اللي هي 4y ناقصا x ناقص 19 يساوي 0. هذه معادلة المماس. هسه أريد العمود، نعرف إحنا العمود يفرق فقط بالميل عن المماس، ولا التعويض بـ X1 Y1 نفس الشيء.
فإذا ميل العمود المماس طلع 1/4، إذا ميل العمود أقلبها للواحد على 4 يصير 4/1، ونغير الإشارة المقلوب بعكس، فصار ميل العمود سالب 4/1 يعني سالب 4. نطبق المعادلة نفس الشيء، هم واي زائدا 3 نفس الشيء، ناقص ناقص 3 يساوي ناقص 4، صار الميل في اكس ناقص 7، وافك الاقواس واصفر. الاحظ حصلنا على معادلة العمود بالشكل اللي امامكم تشوفوه كل سنة. وهكذا تعلمنا تطبيق للسلسلة، ومنها تعلمنا بهالتطبيق طبقنا الحالة الهندسية، يسموه تطبيق هندسي للمشتقة ماخذيها سابقا، وهي إيجاد معادلة المماس والعمود من خلال دمج الدالتين بسلسلة، لأن أنا أريد y تساوي fx، وبعدين من دمجها بالسلسلة طلعت نقطة التماس، عوضت بالx هنا، عوضت بالy هنا بالn مارجن عندي، طلعت x1 y1، والمشتقة سويت سلسلة وطلعت المشتقة dy على dx، وطلعنا منها معادلة المماس ومعادلة العمود. انتهينا من السلسلة، الآن ننتقل للسبورة الثانية. رح نشرح فكرة ملازمة لفكرة السلسلة في الاشتقاق، ألا وهي تسمى العلاقة الضمنية وكيفية اشتقاقها. أريد أميز لكم العلاقة والدالة. الدالة دائما من أريد أكتبها أقول y تساوي أو x تساوي، يعني حرف بالأيسر ويساوي ما موجود من حرف بالأيمن. العلاقة مخبوطة الـ x والـ y، يعني شوفوا هذه العلاقة y تربيع زائد 3 x تربيع زائد 4، ما قال لي y تساوي، وإنما جائزة يخلي لي هنا y، يخلي لي x بعد باليمنى، أو هاي يخلي y أس 3 y أس، يعني يكتب لي أس كما يشاء، وليست y تساوي، وإنما x و y مخبوطة بمعادلة. هذه المعادلة يسموها علاقة، العلاقة مو دالة، ليست دالة هذه، وإنما علاقة رياضية كمنحني، يسموها منحني، هم أقدر من عنده أطلع المماس والعمود كما تعلمنا في قاعدة السلسلة. لو نلاحظ العلاقة الرياضية شلون أشتقها، علاقة رياضية اسمها y أس 2 زائد 3 x أس 2 زائد 4، علاقة رياضية. قال لي اشتقها، كلمة اشتقها جد y فتحة، y فتحة أو dy على dx نفس المعنى، المشتقة y فتحة أو dy على dx. شلون أطلع y فتحة من خلال علاقة معينة وكيفية أشتقها؟ نشتق الطرفان في آن واحد، يعني الطرفين ذولا نشتقهم بالنسبة لـ x، شوف الاشتقاق. بالنسبة للـ y، أي حرف y من أشتقه يشتق عادي، يعني أسه ينزل ويقلسه واحد ويطلع ويا y فتحة، إذا المشتقة تطلع من الـ y، هي حكم من الـ y، والـ x نشتق عادي. شوف شلون نشتق الـ y أس 2، y أس 2 مشتقته 2 y، هاي مشتقة الـ y أس 2 وy فتحة. دائما اي واي تشتق ووياها يجي واي فتحه. شوف الاكس 3 اكس اس 2 يصير 6 اكس، ماكو مشكله، يساوي 0 الاربعه. شوف طلعت الواي فتحه من الواي، هسه شلون اطلع الواي فتحه؟ انقل ال 6 اكس للايسر او للايمن ان صح التعبير، فراح يصير 2 واي واي فتحه تساوي ناقص 6 اكس. اقسم على 2 واي، فراح يصير واي فتحه تساوي ناقص 6 اكس على 2 واي، واختصر راح تطلع ناقص 3x على y، وهي هاي تمثل dy على dx او اسمها y فتحه. وهكذا اتعلمنا شلون نشتق علاقه رياضيه مو داله مخبوطه الx والy بمعادله من خلال اشتقاق الطرفين بالنسبه للx، ومن الاشتقاق الاحظ انه y فتحه هي راح تظهر من الy، تظهر y فتحه من الy دائما، والاكس مشتقة عادية كأي اشتقاق دالة أسية. لو نلاحظ المثال هذا يقول جد معادلة المماس، بس مماس يريد العمود، نعرف بس نقلب المماس بعكس الإشارة ونفس الشيء، هسه خلينا نريد بس المماس. جد معادلة المماس للمنحني، هم علاقة هذه
ضمنية وعيو اكس مخبوطة. المنحة النقطة يعطيني اياها، لان من لو يعطيني بس اكس نوبات صعبة اطلع واي، ونوبات لا يعطيني اكس واقدر اطلع واي. بس دائما اغلب الاسئله بالعلاقه الضمنيه النقطه هو يعطيني اياها كامله، يعني احتاج بس الميل. النقطه هي نقطه التماس اكس 1 واي 1 معطات. جد معادله المماس المنحني 5 واي تربيع ناقص 2 اكس تربيع يساوي 3 عند النقطه 1 1. النقطه معلومه اكس 1 واي 1 كامله، بعدي شغله بالنقطه. بعد اجي الى الميل، شلون اشتق العلاقه الضمنيه؟ باع شلون اشتقها؟ اشتق الواي راح اشتقها عادي ويطلع منها واي فتحه. شلون طلع منها واي فتحه؟ شوف واي اس 2 5 واي اس 2 شلون تشتق؟ 2 في 5 10 واي، وواي فتحه تطلع من الواي ناقصا 2 اكس اس 2 يصير 4 اكس تساوي 0. انقل الى الطرف الايمن واقسم على 10 واي، راح تطلع واي فتحه تساوي 4 اكس على 10 واي. اختصر راح تطلع 2 اكس على 5 واي. هذه المشتقه زين، يريد المشتقه عندي يا نقطه 1 0 اللي هي شنو؟ راح اطلع الميل، الميل ميل المماس المشتقه عند النقطه قلتها، فاعوض اعوض باكس 1 وواي 1 راح تطلع 2 في 1 5 في 1 راح تطلع 2 على 5. هذه 2 على 5 هي الام سمول ام اللي هو ميل المماس. واكتب المعادله واي ناقص 1 يساوي اعوض بالواحد واحد النقطه يساوي 2 على 5 اكس ناقص 1، والخمسه تنضرب باليسرى والاثنين على اليمنى، فراح تفك الاقواس بهالشكل. وبعدين شنو اسوي؟ انقل الحدود كلها للأيسر، فراح تطلع 5y ناقص 2x ناقص 3 يساوي 0. بناتي انتبهوا عليه. طبعا هنا لو كان رايد معادلة العمود شنو أسوي فقط؟ بس هذا أغيره، أقلب الاثنين على 5 وأغير الإشارة، يعني راح يصير معادلة العمود سالب 5 على 2 وأخليه هنا، يعني سي سالب 5 وجوه 2 وسالب 5 ينضرب منا والاثنين والعفو سالب الاثنين تنضرب باليسرى والسالب 5 باليمنى، وهم اصفر واكمل كل شيء. اريد تنتبهون الى ملاحظه قبل ما انهي الدرس، دائما وقلناها قبل المحاضرات السابقه، دائما كل ما اشتق اي علاقه او داله مشتقه وأعوض بالمشتقة نقطة معينة، جائز الإكس أو الإكس والواي حسب جواب المشتقة، إذا علاقة ضمنية فيها إكس وواي، إذا بس واي فيها بس إكس. المهم أي مشتقة عند نقطة تسمى ميل المماس. ديروا بالكم، هاي جانب سؤال بالسالس العلمي وعليه 3 درجات في سنة من السنوات، يقول لك اشتق دالة ماذا يمثل الناتج؟ طبعا هواية ما عرفوها لأنه ما فكروا أنه المشتقة هي الميل. بناتي دائما المشتقة هي الميل، من أعوضها بنقطة معينة يطلع ميل المماس، فالمشتقة عند نقطة معينة يساوي ميل المماس للمنحني. شو ما يكون شكله ضمني عادي ما يهم، المهم المشتقة عند النقطة من أطلع لها قيمة عددية جواب هذه المشتقة يسموه الأم ميل المماس، وأقدر أستفاد منه وأطلع أي شغلات أخرى تفيده. وإن شاء الله في اليوم الآخر حسب الجدول، طبعا في نفس اليوم من تنعلن عندكم هذه المحاضرة أنا حاضر لأسئلتكم بالليل حسب توجيهات الإدارة ورا الساعة 9 بالليل، أي سؤال عندكم، أي سؤال عندكم أو هالمواضيع الشي شرحته، اليوم التالي الوراء اللي هو اعتقد يوم اربعاء بالجدول راح يصير، راح نسوي امتحان من هالانواع نفس هالترتيبات مال الاسئله واشوف جوابكم، وهم ايضا اشوف اجوبتكم بالليل. يعني يوم الاثنين راح تنعرض عليكم هذه المحاضره، تقروها تضبطوها وانا حاضر لاي سؤال. الوقت الاخر اللي هو يوم الاربعاء راح يصير، راح نسوي امتحان اسويكم اسئله فالسؤالين وثلاث اسئله عن هالمواضيع شرحناها، وبعدين ورا ما نمتحنهم شوف اجاباتكم بالشكل السليم ان شاء الله،
ونشوفكم بصحة وسلامة إن شاء الله، ومع السلامة. نعم.